تاجر في اسكندريه يتحكم في مصير 90 مليون، تاجر معاه اربع تجار، صلاحهم رشيد محمد رشيد يتحكموا في مصير 90 مليون، اربع تجار في مصر قادرين على اسلامه ايه؟ كل السلع قادرين على إقامة ثورة الصبح. أربع تجار في مصر بيعاقبوا الشعب المصري عشان وزير البترول مش، عشان وزير التموين مش في كل السلع، في كل يعني